عندي سؤالين. تفضل. يعني كيف ردت فعل اهلك؟ يعني ما يعني صدق انت واحد من واحد من القصائد قلت يمكن شكل اليوم بنام برا ولا زي كذا. ايوه. هذه رقم واحد. رقم اثنين، هل انت يعني قاعد تنزل المقاطع هذه لانك شفت ان عليها قبول وانتشار وصارت هي السبب في ظهور يحيى رياني في الفتره الاخيره؟ والله سؤال ذكي هذا ومحرج شوي. أما الجزئية الأولى اللي هم العيال، فيعني ما أدري في قصورها ولا لا، لكن ترى لا ترى أحيانا برنامجنا اسمه بدون سكيب وبدون قص، ترى والله خذ مني أحيانا أول ما أنزل قصيدة ترسل لي مين تقصد يلي فيك ما يخطيك؟ أوف. أقول ترى أنا أقصدك بس ترى يعني ما بغلط بطريقة مختلفة. طريقة مختلفة. واضح إنك تقصدها لما تكلمت عن الرقم، فهمت الفكرة؟ خليني أقول اسم القصيدة. ايش بك يحيى؟ انا اقصدك. واحيانا ترى تهددني تقول تحذف والا والله اطلعها السوق اجيب لها هديه وكذا، قلت بس لا تحذفها. بس ما تحذف. وبعض القصايد، بعض القصايد قبل ما انزلها اقول شوفي انا عندي قصيده، قالت ايش فيها؟ قلت الغزليه كذا بس، قالت لا البيت هذه تحذف، قلت طيب البقيه حلوه، قالت حلوه خلاص طيب. والله اي والله استاذن منها يا رب. يا جماعه الخير اجمل حاجه في الدنيا الصراحه. اي والله. والتصالح مع الذات ما في شيخ. الزول ده داري يعيش مستقر في حياته. نعم. ترى يرسلوني بعض الناس يقولون انك قادح وما تخاف، ما يدرون انها مصالحات ومعاهدات تحت الهواء. ان شاء الله حقص المقطع هذا وامشي يحيى رياني في تويتر، اقول لهم شوفوا البطل بتاعكم الانسان المناضل. ترى يمكن اول مره اقولها في احدى القصائد، ترى نزلتها وغزليه. ايوه. بعد تقريبا 3 أو 5 دقائق تم الحذف. قلت معليش انا عندي مشكله، خلي اليوم في السنة. هي قالت لي حذفك. القصيدة واحدة، أما بقية القصائد الحمد لله يعني. الله المستعان. شوف استغفر الله. استغفر الله. يا الله. شوف يا جماعة الخير. والله يا الله.